هواها مصري على الراديو 90 90. لسه احمد خيري مكمل معاكم في حال بلدنا. وزي ما قلت لحضراتكم في بدايه الحلقه ان وزاره التنميه المحليه عامله منظومه محترمه الصراحه للمخالفات بمحافظات الجمهوريه كلها، مصممه انها توصل لمنظومه محترمه للمخالفات باشكالها المختلفه. وممكن بنتكلم دايما مع وزاره التنميه المحليه عن سواء بقى الشركات القطاع الخاص اللي طرحت شغلها في الفتره اللي فاتت، سواء المدافن بشكل عام، وفي متابعه حيه الصراحه طول الوقت من لواء محمود شعراوي وزير التنميه المحليه عن الموضوع. خلينا نروح للوزاره ونطمن اكتر، وخلينا كمان اشكرهم الاول، يمكن من اكتر الوزارات دايما اللي بتستجيب لكل شكاوى حضراتكم في حال بلدنا. يمكن الدكتور خالد قاسم كمان طول الوقت صراحه انا ببعت تليفونه للناس، يعني هو بيرد طول الوقت على كل المشاكل اللي بتيجي لحال بلدنا، ومش عايز اقول حاجه ان هو يرد على كل المكالمات دي. يعني يمكن اشتغلت الشغلانه دي وعارفها، ربنا يكون في عونه، بيبقى 24 ساعه صاحي، 24 ساعه تليفوناته بيجيله شغل، سواء بقى لاداره شغله داخل الوزاره، سواء في التواجد مع وسائل الاعلام بصفه عامة، او سواء بقى من المشاكل اللي احنا بنرحلها عليه. فطبعا لازم نديهم حقهم، لان شكاوى حضراتكم كلها اللي بتجيلنا برحلها على طول لصديقنا العزيز دكتور خالد قاسم المتحدث الرسمي باسم وزاره التنميه المحليه. يا دكتور مساء الفل. اهلا، مساء الخير على حضرتك احمد بيه وعلى اهلنا في محافظات مصر كلها. وخليني اقول لحضرتك ان زملائي مجموعات العمل الموجوده في الوزاره وكذلك الامر في المحافظات المصريه، يعني ده شغلهم وده دورهم، وهما بيقوموا بده بشكل بيكونوا سعداء ان بحب يا دكتور، والله بيقوموا بحب، ودي وحصل على ايد حضرتك يعني مختلف الزملاء وفي مقدمتهم. يعني انا يعني انا خايف اقول باشمهندس مصطفى وانسى بقى. لا مهندس مصطفى ده انا 24 ساعه ببعتهم مش كليات الصراحه، يعني ما اعرفش هو بينام امتى، يعني بشكره طبعا بنيابه عن حضرتك. اتفضل. حضرتك التنميه المحليه بهذا الامر يعني دكتور خالد استاذ حضرتك ممكن تبقى في مكانك بس اللي كنت بتتكلم فيه عشان الصوت بدا يقطع شويه. معلش ما بقول لحضرتك محمود دي التنميه المحليه صوتك مسموع يعني بشكل يعني مباشر. وكمان خلينا كمان فيما يتعلق بالمنظومه الجديده للنظافه، يعني الاداره المتكامله للمخلفات البلديه في 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 مصر، بالفعل معالي الوزير استعرض مع يعني معنا ومجموعات العمل ووحده المركزيه لاداره المخلفات الموقف التنفيذي اللي بيتم على ارض المحافظات المصريه فيما يتعلق بالبنيه التحتيه. خلينا اقول لحضرتك برضه تاني، البنيه التحتيه خلايا الدفن الصحي الامن، محطات وسيطه، مصانع تدوير، كذلك الامر ازاله التراكمات التاريخيه، واداره المنتج اليومي من المخلفات اللي بتطلع على مستوى عموم الدوله المصريه. كذلك الامر سواء كنا بنتكلم في البنيه التحتيه على المرحله الاولى او المرحله الثانيه، وكذلك الامر المخطط لها في العام المالي الحالي ان شاء الله، وبتتابعها وزاره التنميه المحليه مع باقي وزارات الدوله المصريه والجهات الشريكه زي الهيئه العربيه للتصنيع ووزاره الانتاج الحربي. وخليني اخش حضرتك كده على طول، لو بصينا في انفوجراف سريع للموقف التنفيذي في المرحله الاولى، يعني خليني اقول لحضرتك ان احنا نفذنا وسلمنا بالفعل للمحافظات 17 خليه دفن صحي امن، وبالتالي انت النهارده بتتخلص تخلص امن ويحافظ على رصيد الاجيال القادمه من رقعه الارض اللي موجوده في الدوله المصريه، ان انت عملت خلايا مبطنه تبطين وفقا لمعايير عالميه. وكمان سلمنا كمان فيما يتعلق بمحطتين وسيطتين ثابته، ودي بالفعل في الاقصر والقاهره وجري الانتهاء منها، 5 مدافن صحيه اخرى جاري تسليمها ان شاء الله خلال ايام في شهر اغسطس وشهر 9 القادم، بالاضافه طبعا الى الانتهاء من جميع المحطات الوسيطه المتحركه وعددها 7، والمتحركه دي بتكون في اماكن زي شرق مدينه نصر وغيرها من الاماكن اللي بيتعذر فيها ايجاد قطع اراضي لانشاء محطات وسيطه ثابته، وبالتالي المتحركه تمتلئ من اللي جايه من الاحياء، ثم بعد ذلك ننقلها الى مصانع التدوير التي يتم الفرزها وتدويرها واخراج منها منتجات ثانويه زي السماد العضوي المحسن زي الار دي اف اللي هو بنقول عليه وقود المرفوضات. تمام. اللي بيحل محل الكربون في مصانع الاسمنت وغيرها من صناعات كثيفه الطاقه، وبالتالي بيقلل من الانبعاثات السلبيه اللي ممكن تظهر عن الكربون، وخاصه ان احنا داخلين على كوب 27. صحيح. 9 محطات وسيطه ثابته سلمناها بالفعل، ده كان المرحله الاولى. المرحله الثانيه 34 محطه متحركه
هنسلمها ان شاء الله لمحافظات في اكتوبر القادم شامله كافه الالات والمعدات والسيارات، بالاضافه طبعا الى 3 مدافن بمحافظتي الجيزه وبني سويف، بالاضافه طبعا الى 4 محطات وسيطه ثابته بمحافظات الشرقيه واسكندريه والمنوفيه، بالاضافه طبعا الى مصنعين لتدوير المخلفات، 1 في المنوفيه و1 في الدقهليه، وكذلك الامر عندنا 3 مصانع كمان يعني جاري تسليمهم للمحافظات، وعلى مستوى كل من طبعا المحله الكبيره في الغربيه وتونه الجبل في سوهاج والمنيا، ودول جاري تسليمهم بتكنولوجيات ووفق معايير عالميه. ان شاء الله احنا كمان عملنا اداء اهتمام في الوزارة، وتقدم لنا 38 شركة عاملة في مجال المعالجة والتخلص الآمن من المخلفات، تم اختيار 33 شركة منهم هي شركات قطاع خاص مصرية دخل في تحالفات مع شركات أجنبية ذات خبرة عريقة في المجال، وبس احنا بنعمل نقل وتوظيم للتكنولوجيا وبنخلق كيانات اقتصادية مصرية تكون لها صفة الاستدامة بحيث هي اللي تدير المنظومة من اليوم الأول ومعها خبرات أجنبية، لكن احنا نتعاقد مع شركات وطنية، وده لتعظيم الاستفادة ونقل الخبرات وتطبيقها على أرض الواقع. خليني اقول لحضرتك برضه تطرق الاجتماع لمتابعه عمليات التشغيل الجديده للمنظومه في القاهره، واللي بتقوم بيها كمان جهود ومتابعه الموقف التنفيذي لجهود الشركات اللي بتشتغل في المنطقه الشرقيه زي انفارو ماستر والغربيه زي شركه ارتقاء، وكذلك الامر النظافه العامه في المنطقتين اللي بتقوم بيهم بتغطيهم هيئه نظافه القاهره اللي هي المنطقه الجنوبيه والمنطقه الشماليه، وجوده اداء الخدمات، جوده الكنس اليدوي والالي، غسيل الشوارع، الالتزام بخطه التنفيذيه اللي احنا متفقين معاهم عليها، برضه توفير حاويات لجمع المخلفات ذات السعه المناسبه في الاماكن التجاريه، برضه مع الوزير تابع بدء شركه انفارو ادبت للعمل على ودي تم التعاقد معها قبل العيد للعمل على المراقبه والتقييم لخدمات الجمع والنقل والنظافه العامه في القاهره، بالاضافه الى مراقبه عمليات التخلص، يعني هيتركب برضه نظم للرقابه والمتابعه بحيث حضرتك تبقى كل خطوط الانتاج اللي موجوده على الارض، كل السيارات اللي موجوده، كل العماله اللي موجوده مربوطه بالظبط يا فندم من خلال غرفه عمليات حضرتك هتبقى موجوده في المحافظه واخرى موجوده يعني عندنا في وزاره التنميه المحليه للوقوف على الاداء الفعلي للمنظومه على الارض. كذلك الامر مع الوزير ناقش اخر الموقف التنفيذي لمنظومه اداره المخلفات في مدينه شرم الشيخ تحويلها مدينه خضراء، وطبعا اليات التخلص الامن من المخلفات سواء خاصه بالشوارع، المنازل، الفنادق، المطاعم السياحيه والعاديه، الورش، كل ده طبعا استعدادا لاستضافه مؤتمر مصر للمناخ كوب 27 في نوفمبر القادم ان شاء الله. ومع الوزير اكد وشدد على حرص الدوله على تقديم خدمه متميزه ومختلفه في مدينه شرم الشيخ ومحافظه جنوب سيناء تليق بصوره مصر امام دول العالم خلال استضافه الحدث العالمي الهام ده، لافتا طبعا انه فعلا تسعى الحكومه لوجود منظومه للمخلفات مستدامه ومنتظمه على اعلى مستوى من الكفاءه والانضباط لا تقل عن المدن العالميه المتقدمه ان شاء الله. شكرا جدا صديقنا العزيز دكتور خالد قاسم المتحدث الرسمي باسم وزاره التنميه المحليه. طبيعي ما بكلم اي مسؤول اول حاجه هيكلمني عليها عن انجازات في محافظه القاهره، او يعني بالكثير هيكلمني على القاهره الكبرى. لو لاحظتوا في كلام دكتور خالد هو بيكلمني على 27 محافظه، بيكلمني على مصانع ومحطات فرز في جنوب سيناء، بنتكلم على بني سويف، بنتكلم على الصعيد، بنتكلم على 27 محافظه، فهي بالفعل تحت مسمى منظومه لكل اشكال المخلفات، كيفيه الاستفاده منها من اشكال التدوير اللي بتحصل وتخش فيه منتجات تانية او سواء للتخلص منها للنفايات الغير امنه. شغل محترم جدا وزاره التنميه المحليه. اشكرك مره تانية صديقنا العزيز دكتور خالد قاسم. 1 9 9 رقم الاسم اس او تليفوناتنا على 2 18 10 8 66.